السلام عليكم طلاب، كل عام وأنتم بألف خير. مقدما موضوعنا لهذا اليوم هو إسكارد لامباركويدس. راح نأخذ في البداية Classification of the إسكارد. الكونتروم هو الأنيميليا، الفلام هو النيماتور، الفاميلي هو الإسكارديديا، وجينا في السكارت والسبيشيز هو سكارت لامبر كوتياس. هذا راح ناخذ احنا اول طفيلي من النيماتور. هسا راح نجي على الهيبيتاي. الطفيلي يكون موجود بالسمول انتيستن، لارفر ستيج تكون موجودة باللانك، الكومن نيم هو كاينت انتيستنال اراوند وورن، والديزيز نيم هو الاسكاريس، والفاينال اند انترميديا هوست هو الهيومن، والانفكتف ستيج هو الايك. بصورة عامة هو داء الاسكارز او طفيل الاسكارز هو مرض يصيب الانسان. هي ديدان تكون اسطوانية الشكل، تعرف باسم اسكارز لامباركودياس، او تعرف بديدان الاسكارز او تحيات البطن. يرتفع عدد المصابين به تقريبا إلى ربع سكان العالم، وخاصة في المناطق الاستوائية. وراح هسه نتطرق ونشوف شكل الطفيلي ونفرق بين الميل والفيميل. هسه راح نيجي على الشكل مالتها حتى نشوف شكلها. هي تكون هي ديدان اسطوانية، وتكون ان elongated، وتكون السكس مالتها separated منفصلة ميل وفيميل، والفيميل بتكون هي along than male، بتكون هي أطول من الميل كما موضحة بالصورة. وأيضا وتكون posterior of the male carapace، تكون هي منحنية وتحتوي على البينال state near of the end، تحتوي على الشوكة الصنوبرية. وهسه راح نشوف الصورة اللي راح تجينا الفرق بين الميل والفيميل. هاي الصفات بصورة عامة، لأن دكتورة حلا شرحتكم اياها وذاكرتها لكم بالمحاضرة، وأنا ما أريد أطول عليكم. نلاحظ بهاي الصورة عدد كبير من ديدان السكارز بالسمول انتيستين. هسا راح نيجي على الكاركترايز اوف ذا فيميل اند ميل. السايز اوف ذا فيميل من 200 الى 350، ذان اوف ذا ميل بتكون 150 الى 200 سنتيمتر كما ذكرت سابقا. تكون الاناث هي اعرض واطول من الذكور. الكلر تكون هو light red of the female than of the male، تكون هو red pink. Posterior end of the female تكون هو straight مستقيمة، than of the posterior end of the male تكون هو curved، تكون هي مقوسة أو منحنية كما موضحة بالصورة. البابل الحليمات تكون هو غير موجودة بالأناث، than of the ميل تكون موجودة البابل. السبيركولز تكون غير موجودة أيضا بالأناث، وتكون موجودة بالذكور، تحتوي على تو سبيركولز. حتى هاي الصورة أيضا موضحة الفرق بين الميل والفيميل. تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة المخرج. وجود تكلوز الذكر ولا توجد الأناث. هاي الصورة أيضا راح توضح لي عدد كبير من السكارز. هاي الصورة هو الأنوال فيميل سكارز لامباركويدس، الأناث مال السكارز حتى تقدرون تفرقوها عن الميل. هذه الصورة راح توضح لنا posterior end
of the male of the scar. راح نشوف الميل ونشوف شلون نهايته تكون هو منحني. راح نشوف الصورة الثانية، هو تري لف ثلاث شفاه تكون هي كلوز اب اوف ذا انتيريور اند الادول سكار. ذا اك تكون هي اما الفرتليت او الانفرتليت. الفرتليت هي تكون اما الكورتيكيتد او تكون هو الدي كورتيكيتد لمنزوعة القشرة. اني ما راح افوت بتفاصيلهن لان دكتورة حلا شفت محاضرتها شارحة شرح كلش يكفي لهذا الموضوع. أنا بس حبيت أتطرق له بالعملي حتى تراجعون معلوماتكم ويا النظري. هسه راح نجي على شكل البيضة المخصبة. راح تكون هي أوفر شيب، تكون طولها من 60 إلى 75 ميكرومتر. تحتوي هاي البيضة إلى ثلاث طبقات. أول طبقة هي الخارجية، هو الأوتر لاير. أما الطبقة الثانية فهي تكون هو الميدل لاير، والطبقة الثالثة هو النير لايبوتيال لاير. هسه راح نجي على هذه الصورة اللي تحتوي على الإيج أوف ذا إسكارز وعلى الأدول أوف ذا إسكارز. الإيج اللي تكون هي اما فرتليز او انفرتليز، اما مخصبة او غير مخصبة، وايضا وتحتوي البيضة المخصبة على ثلاث طبقات. وعرفنا الفرق بين الميل والفيميل، الفيميل تكون هي اطول واعرض من الميل وتكون نهايتها ستريت مستقيمة، بينما الميل اللي تكون نهايتها منحنية او مقوسة كما شرحت مسبقا. مود اوف ذا ترانسميشن اون ذا سكار، كيفية انتقال هذه الطفيلي، اما عن طريق انجكشن اوف ذا كونتمينيتد فود اند ووتر وذ ذا ايج، عن طريق تناول الطعام والماء الملوثين، او عن طريق الانهيليشن اوف ذا كونتمينيتد داست وذ ذا ايج، عن طريق استنشاق الغبار ايضا الذي يحتوي على البيوض، او عن طريق الجيلاتين بلاينج ان كونتمينيتد soil may be required parasite from the hunt. حتى وصلت إلى نهاية المحاضرة وهو diagnosis of the scar، تشخيص ديدان الإسكار. أما يكون عن طريق الميكروسكوبيك identification، هو التحديد عيانيا of the adult cyst in the stool or through mouth or nose. بحالات الشديدة أو المتقدمة بالإصابة بعدوى جودة الإسكار، فإنها الديدان تخرج من فتحات الجسم مثل فتحة الفم وفتحة الأنف، وفضلا عن ظهورها في السعال أو القيء، أو عن طريق اللارفا ووم، أو عن طريق detection of the septum، عن طريق الكشف في البلغم، أو عن طريق stool microscopic، عن طريق الايك. راح نشوف الايك باستخدام طريقة الدايركت ستول اكسامينيشن، او عن طريق الايزينوفيل اللي راح اشوف اني اليرقات اثناء هجرتها عبر الرئة. بس اريد انبهكم اثناء الفحص بالبراز فان ايدان الاسكار الأنثوية تبدأ بوضع بيوضها بالأمعاء، وأن هذه البيوض تنتقل عبر الجهاز الهضمي لتصل إلى فتحة الشرج حيث تخرج مع الفضلات، وراح نشوفها بالميكروسكوبيك. بس عند البحث عن البيوض أو اليرقات في براز الشخص المصاب يجب أن ننتبه إلى نقطة أساسية. في حالة الإصابة بعدوى الإسكارس الذكرية لا يمكن ظهور هذه البيوض واليرقات بالبراز. والنقطة الثانية، تظهر هذه البيوض واليرقات في البراز
في حالة الإصابة بعدوى الإسكاس الأنثوية بعد مرور 40 يوم من الإصابة. الطريقة الأخ للفحص عن ديدان الإسكاس هو الإيمجينج، هي الفحوصات التصويرية. توجد مجموعة من الفحوصات التصويرية اللي يلجأ إليها الشخص لتشخيص الإصابة في ديدان الإسكاس، هي أما عن طريق الإكس راي اللي ممكن أن تظهر الأشعة السينية للبطن عن وجود ديدان الإسكاس في حالة كانت كمية الديدان الموجودة كبيرة، وإضافة إلى الأشعة السينية تظهر في أغلب اليرقات في حالة وجودها في الرئة. الطريقة الأخيرة اللي راح أكشف عن الإصابة بديدان الإسكاس هو lateral sound، يعني الموجات الفوق الصوتية. هو يمكن الكشف عن ديدان الإسكاس في الهيباتوبلاري أو بنكرياتيك إسكارسيس، يعني في الكبد والبنكرياس، وأيضا عن طريق سينكل وومز هو بلانتز أوف ذا وومز أو ذا سيتو تيومر، تنطيني الورم الكاذب. ولهنا أنا خلصت محاضرتي وياكم، حاولت أنطيكم شغلات تستفادون من عندها المختبر العملي، لأن شفت محاضرة الدكتورة حلا شرحتكم دورة الحياة وشرحتكم الكلينيكال ساينس، فمرت أتطرق إلهن وتصير المحاضرة طويلة عليكم. يا ربي تكونون استفادتوا من عندي بهاي المحاضرة، وشكرا لكم.